الطلبة وأساتذة الكلية ووالي نواكشوط ورئيس مجموعة الحضرية والسلطات الإدارية والبلدية في تفرغ زينة. كلية الطب الجديدة هي هذا الصرح العلمي الشامخ الأول من نوعه في بلادنا، سواء تعلق الأمر بطرازه العمراني المميز أو بوظائفه العلمية والتمحض خصيصا للتكوين الطبي في البلد. وبعد إشرافه على إزاحة الستار إذانا بتدشين هذه المعلمة العلمية، تجول رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز بين مختلف أجنحة وأقسام كلية الطب الجديدة التي بلغ تمويلها 12 مليون دولار أمريكي، وتمتد على مساحة تقدر ب9000 متر مربع وتضم عشرات القاعات الدراسية والمختبرات والعديد من المباني والملحقات الإدارية والتكوينية المختلفة. وتابع رئيس الجمهورية عرضا مفصلا عن وظائف كلية الطب الجديدة ودورها في مد المؤسسات الوطنية مستقبلا بكوادر متخصصة. ويجسد تدشين كلية الطب في بلادنا بعد 3 سنوات على وضع حجرها الأساس ضمن المركب الجامعي للعاصمة نواكشوط حرص رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز على النهوض بأداء التعليم العالي في البلد ومرتنة تكوين الكوادر الوطنية المتخصصة. فخامة رئيس الجمهورية، لقد أوليتم ومنذ توليكم مقاليد الحكم كبير العناية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إيمانا من سيادتكم بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في تنمية البلدان وترقية الشعوب والأمم، وعملا بتوجيهاتكم السامية بخصوص ترقية هذا القطاع على نحو يرفع من مستوى أدائه العام وينوع عرض التكوين المهني فيه ويوائم مخرجاته مع حاجات سوق العمل الوطني، ويضمن ترقية بحث علمي موجه نحو كبريات القضايا التنموية للبلاد. عمدت الحكومة بإشراف من معالي الوزير الأول الدكتور مولاي والمحمد الأغضب إلى وضع خطة طموحة في هذا المجال، نجني اليوم ثمارها من خلال المشاريع التي يشهدها القطاع والتي مكنت ضمن أمور أخرى من تحسين ظروف الأساتذة والطلبة بزيادة الرواتب والمنح وإنشاء مؤسسات تعليم عالي ذات طابع مهني وتطبيق الإطار التنظيمي الجديد للتعليم العالي ودفع عجلة البحث العلمي. ويعكس هذا التدشين من جهة أخرى متانة علاقات التعاون بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية، هذه العلاقات التي يشكل حدث اليوم أحد أهم تجلياتها على أرض الواقع. ويشكل تدشين كلية الطب الجديدة في بلدنا حدثا جمع بين خصلتين أساسيتين، فمن جهة يحمل هذا التدشين لفتة كريمة وردا للاعتبار للتعليم العالي في البلد، ومن جهة أخرى يأتي هذا التدشين لتموين المؤسسات الاستشفائية المحلية بالكوادر الطبية المتخصصة، وذلك انسجاما مع سياسة التحديث المتواصلة للنهوض بالقطاع الصحي في البلد.